أكيد سمعتي بقصة الفنانة هاجر أحمد مع إحدى المصابغ التي أتلفت حقيبتها الثمينة، فإليك يا عزيزتي طرقا لتنظيف حقائبك الثمينة دون إتلافها. بقع الماء، حتى لا تترك بقعا باهتة على الحقيبة استخدمي فوطة ناعمة مصنوعة من القماش وماء دافئا مخلوطا بصابون، أو قومي بمزج الخل الأبيض والماء وزيت الزيتون وتعبئة زجاجة مزودة ببخاخ. بقع الحبر، إذا تلطخت أي من حقائب الجلد الثمينة ببقع الحبر قومي بترطيب قطعة قطنية بالكحول الطبي وافركي البقعة بلطف. بقع الزيت، استخدمي فوطة مصنوعة من القماش نظيفة أو منشفة ورقية لامتصاص أكبر قدر من الزيت، لكن عليك تجنب الفرك لأن ذلك قد يؤدي إلى انتشار البقع بشكل أكبر. ثم رشي القليل من نشا الذرة أو بودرة تلك على البقعة وانتظري لبضع ساعات أو طوال الليل، سوف يساعد المسحوق على امتصاص الزيت المتبقي. بعد ذلك قومي بإزالة المسحوق بلطف وامسحي أي بقايا بواسطة فوطة مبللة. ومن أهم الأشياء التي يجب عليك امتلاكها لتنظيف حقائبك منزليا، منظف الجلد الخفيف والفوطة الناعمة الخالية من الوبر وبخاخ وكريم حماية الجلد.